بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قال المصنف رحمه الله ذكر صفته في مشيه إلى العلماء: يمشي برفق وحلم ووقار وأدب، مكتسبا في مشيه كل خير، تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا، وتارة بالذكر مشغولا، وتارة بالذكر مشغولا، وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه ويقتضي منها الشكر، ويستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه. فإن بلي بمصاحبة الناس في طريقه لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه. قد أقام الأصحاب مقام ثلاثة: إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه، أو رجل هو مثله في العلم فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي أن ينساه، أو رجلا هو أعلم منه فيريد الله عز وجل بتعليمه إياه، لا يمل من أصحابه بكثرة صحبه، بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته. قد شغل نفسه بهذه الخصال خائفا على نفسه أن يشتغل بغير الحق. قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان كراهية أن يزين له قبيح ما نهى عنه. يكثر الاستعانة بالله من علم لا ينفع، ويسأله علما نافعا، همه في تلاوة كلام الله عز وجل الفهم عن الله فيما أمر ونهى، وفي حفظ السنن والآثار والفقه لئلا يضيع ما أمر به، ولأن يتأدب بالعلم طويل السكوت عما لا يعنيه حتى يشتاق جليسه إلى حديثه. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. قال المصنف عن طالب العلم أنه يكثر الاستعادة بالله من علم لا ينفع، ويسأله علما نافعا، همه في تلاوة كلام الله عز وجل الفهم عن الله فيما أمر ونهى. ومن هذا قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. تدبر الآيات فيه أقوال لأهل العلم. ما معنى ذلك التدبر؟ هل هو التفهم والنظر فيها لاستيعابها وفهمها فهما سليما، أم التدبر أي يكون في دبر قراءته عمل بذلك الذي تعلمه من تلك القراءة؟ وكلا المعنيين صحيح، والخلاصة أن القرآن الكريم لا تكون تلاوته فقط للتعبد، وإن كان ذلك جائز، إلا أنه في حق طالب العلم لا ينبغي. يجوز أن يقرأ الإنسان حتى لو لم يفهم، أعجمي يقرأ القرآن الكريم يكسب في ذلك أجرا، ولكن بالنسبة لطالب العلم لا بد من أن تكون قراءته بتدبر وتأن وتفهم وإدراك للمعاني. لا يليق بقارئ القرآن أن تكون قراءته فقط تلاوة، فقط ترتيل، فليس لأجل هذا أنزل القرآن. أنزل ليتبع ما فيه من حق وينتهى عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. فهذا الأصل،
ولهذا تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنه أكثر منافقي أمتي قراؤها. إسناد هذا الحديث ضعيف، إلا أن هناك أحاديث بهذا المعنى تقوي هذا المعنى. طب لماذا يكون أكثر المنافقين من القراء؟ وبالمقابل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه فله أجران، ومن قرأه وهو ماهر فيه فمع السفرة الكرام البررة. نقيضين، إما أكثر أمتي، أكثر المنافقين أمتي قراؤها، وبالجانب الثاني القراء مدحوا بمدح كبير: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس ومنافقين هم في الدرك الأسفل من النار. كيف يكون هذا؟ يكون هذا بحال المتعلم والقارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى. فإن كانت قراءته إياه فقط ليقال أنا قارئ، وليقال كما في الحديث المعروف في يوم القيامة تسعر النار بثلاث: منهم قارئ للقرآن يقول له الله سبحانه وتعالى: ماذا فعلت؟ فقال: يا رب قرأت فيك القرآن. فيقول الله سبحانه وتعالى: كذبت، بل قرأت ليقال فلان قارئ. وتقول له الملائكة أيضا: كذبت، لقد قرأت ليقال فلان قارئ، وقد قيل أدخلوه النار، نعوذ بالله منها. وفي المقابل هناك من قرأ القرآن كما كان الصحابة يتعلمون العشر آيات فلا ينتقلون إلى غيرها حتى يعملوا بما فيها، إن كان فيها من الإيمان آمنوا، وإن كان فيها من الأوامر فعلوا، وإن كان فيها من الزواجر انتهوا، وإن كان فيها من الأخبار صدقوا، وإن كان فيها من أخبار الصالحين اقتدوا بهم، وإن كان فيها من أخبار الفجار نفروا عن أفعالهم وعن صفاتهم. فكان هذا الذي حاله مع السفرة الكرام البررة، والذي هو من خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، نسأل الله أن نكون ذلك. قال: همهم في تلاوة كلام الله عز وجل الفهم عن الله فيما أمر ونهى. يعني حتى تجد أن بعض الناس، وكثير معروفين في مصر، في سوريا، في العراق، في لا أعرف البلاد الأخرى إن كان فيها نفس هذه الحالة، بعض الناس يتعلمون القرآن ليذهب يقرأ فيه في العزاء أو في بعض المناسبات ليتكسب فيه بعض المال. وهناك من يتعلم كلام الله حبا في الله وحبا في كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى القرآن حقا، ويفتح عليه من فهمه فتوحا قد لا يفتحها على غيره. يقول: همه يعني وفي حفظ السنن والآثار الفقه. في نسختك وفي حفظ السنن والآثار والفقه. نعم، لا هو الصحيح وفي حفظ السنن والآثار الفقه. لماذا نحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقال فلان حفظ البخاري أو حفظ مسلم، أو فلان ما شاء الله عليه محدث يجلس في المجالس يتقرب إلى السلاطين، يتقرب يكون له مكان بين الناس، أم ليتفقه فيما جاء مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستفيد من تلك الآثار. طبعا السنن والآثار عندما تذكر في سياق واحد في الغالب يقصد بالسنن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالآثار ما جاء عن من دونه، مع أنه يصح أن نطلق على الحديث النبوي الأثر، ويصح أن نطلق على غير الحديث النبوي حديثا، يعني عن كلام الصحابة أو غيره يصح أن يطلق حديث، لكن غالب الاستعمال يكون حديث فيما نسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثار فيما نسب لمن دونه، صحابة تابعين إلى ما كان بعدهم. فالهم في حفظها الفقه، لا لكي يقال فلان والله ينقل عن الصحابة، فلان يحتج بالصحابة مثلا إذا كان ممن ينقل في أقواله ويحتج في الأمور الاعتقادية أو العملية، يقول مثلا هذا مثل أبو بكر الصديق، هل يقول ذلك لكي يقال فلان شوف والله هذا يعرف ماذا قال وأفتى أبو بكر الصديق، أم هو درسها وتعلمها لكي يتفقه في دين الله
على طريقة أبي بكر الصديق، ويعلم ذلك لكي يربط الناس بما كان عليه أبي بكر، بما كان عليه أبو بكر. قال لئلا يضيع ما أمر به. إذا انشغله ببعض بظاهر الأمر، بظاهر التلاوة أو بظاهر حفظ الأحاديث وما شابه ذلك، ضيع ما أمر به، لأن الأصل في ذلك كله العمل. يعني القرآن لم ينزل إلا لنعمل بما فيه. جزاك الله خيرا. ولأن يتأدب بالعلم، فالعلم يؤدب ويهذب النفوس، كما قلنا قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال بعض أهل العلم: دين قويم. والخلق والدين يهذب الخلق ويهذب النفس ويورث الآداب في النفس. قال: طويل السكوت عما لا يعنيه حتى يشتاق جليسه إلى حديثه. هذا نوع من أنواع تحصيل الهيبة في نفوس الناس، إذ أن الذي يتكلم كثيرا تقل هيبته وتقل مكانته في القلوب، أو مكانة كلامه في القلوب. فتجد أن الذي يتكلم كثيرا لا يصغى إلى حديثه كالذي يتكلم قليلا. بعض المجالس مثلا، حتى المجالس العادية، تجد أن بعض الناس يتكلم كثيرا، فالذي كان ساكتا طوال المجلس وتكلم بكلمة انصرفت الأنظار إليه وسمع له. أما الذي يتكلم كثيرا إذا قاطع غيره أو إذا أراد معاودة الكلام فلا تنصرف الأنظار إليه. فقلة الكلام فيها يعني حفظ لمكانة ذلك الكلام. حتى أنه ورد عن بعض السلف أنه كان حتى في المسائل الفقهية لا يجيب حتى يسأل. يعني إذا كان جالسا مع عدد ممن يكفيه الجواب لا يجيب حتى يسأل أو يشار إليه، يعني اذهب إلى فلان. إن ازداد، هذه قرأتها؟ إن ازداد علما خاف من ثبات الحجة فهو مشفق في علمه، كلما ازداد علما ازداد إشفاقا، إن فاته سماع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته لم يكن حزنه بغفلة حتى يوافق نفسه ويحاسبها على الحزن فيقول: لما حزنت؟ احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك، إذا سمعه غيرك فلم تسمعيه أنت، فكان أولى بك أن تحزني على علم قد طرع السمع وقد ثبتت عليك به الحجة فلم تعملي به، فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه. ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد، فاستغفر الله من حزنه وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمع. يقول: إن ازداد علما خاف من ثبات الحجة. فكلما ازداد الإنسان علما ازدادت حجة الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه تعلم وفهم وأدرك. ولا يقال أن الإنسان إذا لا يتعلم حتى لا تثبت الحجة بذلك، لأنه سيأثم على عدم التعلم مع الإمكان، ثم يأثم على معصيته التي قصر بالتعلم أو بتعلم حكمها. فالإنسان عندما يتعلم عادة يخاف من أن الله سبحانه وتعالى سيحاججه: أنت تعلمت أن هذه معصية، لماذا ارتكبتها؟ أنت تعلمت أن هذا لا ينبغي، فلماذا فعلته؟ أنت تعلمت أن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، فلماذا لم تفعله؟ فهو مشفق من علمه، خائف على نفسه من هذا العلم أن لا يعمل به. كلما ازداد علما ازداد إشفاقا. ولهذا تجدون أن العلماء دائما متواضعون، كلما ازداد العالم علما ازداد تواضعا وازداد خشية من الله
سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول: فإن فاته سماع علم، يعني بعض الناس قد يفوته درس من الدروس فيجد في نفسه الحزن على فوات ذلك الدرس. يقول: أنك إذا وجدت هذا الحزن فقف مع نفسك، اسأل نفسك أن لماذا حزنت. قد في سماعك لهذا الدرس تثبت به حجة من الله سبحانه وتعالى عليك أكثر من الحجة التي هي ثابتة، فهل أنت قادر على أن تقوم بأداء ما وجب عليك بهذا العلم؟ هذا من باب مواساة نفسه في حال أنه حزن على فوات شيء من العلم. وهذا لا يعني أننا لا نحزن على فوات شيء من العلم، فالعلم كما قلنا دين وتعبد لله سبحانه وتعالى. نعم. صفة مجالسته للعلماء: فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه، وخفض صوته عند صوتهم، وسألهم بخضوع، ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه. فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أن قد أفدت خيرا أني قد أفدت خيرا كثيرا، ثم شكرهم على ذلك. وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم. لا يضجرهم في السؤال. رقيق. يقول: في صفة مجالسته للعلماء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فهذه حال المسلمين: للكبير التوقير، وللصغير الرحمة والرأفة به، وللعالم حقه من الأدب في مجالسته وفي الكلام معه والكلام عنه. فيقول الشيخ: فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب. فلا ينبغي أن يجالس العالم بغير الأدب، احتراماً لذلك العالم ولحقه ولما معه من العلم ولمجلس العلم. فمجلس العلم الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى ويذكر فيه الرسول وأقوال السلف، هذا مجلس لا بد من احترامه وتوقيره. لا ينبغي فيه اللهو أو اللعب أو عدم التوقير أو ما شابه ذلك من تصرفات أو أقوال. فقال: وتواضع في نفسه وخفض صوته عند صوتهم وسألهم بخضوع، يعني يقصد بأدب، يخفض صوته فلا يرفع صوته على العالم. وهذا شبيه بما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. العالم وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم، يعني يأخذ من أحكام التعاملات التي تجري مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من ورثته. ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، لا يسأله عن أمور الدنيا وعن أمور خارجة عن موضوع التعبد وعن موضوع الدين أو عن مواضيع دينية ليست مما يهم طالب العلم هذا. فقد يأتي شخص ليس متعلما للصلاة علما حقيقيا، ثم يسأل عن أحكام افتراضية، مثلا: يا شيخ والله إذا طلعنا على القمر كيف نصلي؟ لوين نتوجه؟ أنت ما تعرف تصلي بالأرض، تعلم كيف تصلي بالقمر؟ فمثل هذه الأسئلة، وأحيانا هناك أسئلة افتراضية أساسا، يعني ما
مثلا لو كان هناك ساكن على الشمس، حيوان يسكن في الشمس، كيف يصلي؟ هل أرسل الله له نبيا؟ أنت ما يعني ما لك علاقة بالنبي. فيكثر عندما يسأل العالم يسأله عن أمور يحتاجها في حياته، ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل، ويخبرهم إلى أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه. لا يليق أن يسأل الطالب العالم عن مسألة يعني يقول له فيما بطريقة السؤال أنني أنا أعرف المسألة لكن ما رأيك بها، لا، هو يبين له أنني أحتاج إلى الجواب فأجبه. فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أنه قد أني قد أفدت خيرا كثيرا، وهذا من باب تطمين ذلك المسؤول عندما يجيب، يعرف أن لجوابه نتيجة، فيعني يبعث فيه الهمة على إجابة سائلين أكثر، ويعني من باب تبشيره أن جوابه أفاد غيره. ثم شكرهم على ذلك، وهذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فشكر الناس مرغب فيه في شريعتنا، وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه. في العادة العالم خلقه الأناة والحلم وعدم السرعة في الغضب، فإذا غضب على سائل أو على تلميذ أو على ما شابه ذلك، فلا بد للتلميذ أن لا يقابل هذا الغضب بغضب، وإنما ينظر إلى السبب، لماذا هو غضب، أين الخطأ في الموضوع. قد يتركه الآن، يقول طيب ماشي، يأتيه في وقت لاحق يقول: أنت غضبت مني مثلا في هذا الموضع وأنا لم أفهم السبب، أرجو أن تدلني على السبب. قد يكون السبب أسباب متعددة، قد يكون السبب لأن الحالة النفسية لذلك المسؤول أو الشيخ أو العالم ليست مؤهلة لأن يجيب أو يتحدث بكلام طويل، والسائل يريد منه تطويلا في كلامه. يجب على السائل دائما أن ينتبه إلى حالة الشيخ، أحيانا يكون الشيخ أو العالم يعني مرتاحا فيستطيع أن يجيب على أسئلة كثيرة أو يبسط الجواب، وأحيانا يكون منشغلا أو ليس بحالة نفسية تؤهله إلى ذلك فيعطيك جوابا مختصرا أو ما شابه ذلك. فلا بد للسائل أن يكون ذكيا في معرفة حالة المسؤول لكي يعرف هل يطيل، هل يقصر في سؤاله، هل يكثر، هل يقل. أحيانا المسؤول، وهذه مسألة بإذن الله ستمر علينا، أحيانا المسؤول لا يعرف الجواب فيجيبك بجواب وكأنه لم يفهم السؤال، فتعيد عليه السؤال فيجيبك بجواب كأنه لم يفهم السؤال، هو لا يريد أن يجيب أو أنه لا يعرف الجواب. فهنا الطالب عليه أن ينتبه إلى هذه الملحظة فلا يسأل كثيرا. أحد المشايخ الكبار سألته عن مسألة، طبعا سألته بمكاتبة، شخص أوصل له الجواب، أوصل له السؤال وأعاد الجواب إليه، جوابه في جهة وسؤالي في جهة. كان سؤالي في مسألة حديثية عن تكذيب الراوي، كيف نفرق بين الراوي الذي أخطأ أخطاء كثيرة، هل هو أو الذي عنده تفردات كثيرة أو ومناكير كثيرة، كيف نقول أنه أو كيف نفرق بين كونه كذابا أو كونه منكر الحديث أو شديد الخطأ في الحديث أو ما شابه. فقال لي بإمكان، يعني كان جوابه: بإمكانك أن تنظر إلى أحكام العلماء عليه، يعني انظر مثلا إلى كتب الشيخ الألباني وما شابه. هذا جواب ليس بجوابي جواب لطالب علم، هذا جواب يجيب به شخص هذا بالشارع. فعرفت أنه هو ليس عنده هذا الضغط في التفريق، هل ألح في السؤال؟ خلاص انتهى الأمر، أسأل غيره أو أبحث في هذه المسألة. فهنا يجب على هو أكيد فهم السؤال، السؤال واضح ليس بي يعني أولا ليس صادرا عن شخص ليس له علاقة بعلم الحديث، ثانيا ليس بصادر بطريقة ليست واضحة،
يعني من أين نأتي بالحكم على الرواة؟ وإنما أنا ذكرت له صفة وجدتها أنا عند راوي بتتبع مروياته. هنا عرفت أنه لم يعرف الضابط أو لم يعرف كيف يجيب، يعني ممكن هو إذا بحث في المسألة عرف كيف يجيب لكن لم يعرف كيف يجيب وما شابه ذلك، فلم أكرر السؤال. فدائما ينتبه إلى مثل هذه المسائل، إذا وضح عندك أنه لم يفهم السؤال واستفهم منك عن السؤال طبعا يعني تكرر عليه السؤال وما شابه ذلك، لكن أحيانا العلماء لا يحبون أن يقولون لا أريد أن أجيب ولا أعلم، فيجيبون بجواب يسكتون السائل به، فهنا ينتبه إلى هذه المسألة. قال نعم ينظر إلى السبب الذي أغضب العالم لأجله فيرجع ويعتذر عن ذلك ولا يضجرهم بالسؤال. أحيانا بعض الناس يسأل بطريقة مستفزة أو يسأل سؤالا، يعني أحد الأشخاص سألني عن مصافحة النساء، فهذا هل يجوز للرجل يصافح النساء الأجنبيات؟ أجنبية يعني ليست من المحارم ليست زوجة. فقلت له يأتي بعد ذلك، طيب يا شيخ في حال واحدة مدت إذا يجوز مصافحة، طيب إيش الفرق؟ لا يجوز. رجع طيب الجوب سنتر يجوز مصافحة النساء؟ يا أخي قلت لك أنه لا يجوز مصافحة النساء بالجوب سنتر ولا بالأوسلندر، ما لها علاقة. يأتي بعد ذلك يا شيخ امرأة مدت يدها لتصافحني فصافحتها، هل علي إثم؟ ما أنا جبتك 5 مرات على هذا السؤال، يكفي يعني خلاص، يعني أنا تريد أن أقول لك خلاص روح، أنت عرفت أن عند الله سبحانه وتعالى أو أن الحكم الذي أنا أعتقد أن عند الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز، لا تغير لي في طريقة السؤال وتسألني كل مرة عن هذا السؤال. شخص آخر سألني عن مسألتي فأجبته فيها أنه هذا الأمر يعني فاعله مذموم ويستحق العقاب وإن كان هناك ولي أمر عاقبه، يرجع لكن هو يحب كذا لكن هو يريد كذا لكن هو أطال تقريبا نصف ساعة وأحاول أن أظهر له أنني لا أريد، خلاص يعني أنا أجبتك لا أريد أن تزيد في طرح هذا الكلام خلاص، وكان كلام يعني في شيء من كلام خلاص يعني إجابة بسيطة تكفيه. فأحيانا يعني الكثرة بالكلام لن يقول لك الشيخ إذا خلاص ختم هذا المسألة لا تجوز، لماذا الزيادة؟ يعني بقي جنبي تقريبا نص ساعة يكرر بنفس الكلام بنفس الكلام، لكن هو لا يحب إلا كذا، لكن هو طيب خلاص أنا نهيت المسألة. القصد وطبعا الذي لم يحضر الدرس الماضي أنا قلت أنني سأذكر أمثلة لنفسي لأنها مواقف مرت أريد توضيح المسألة من خلالها، لا أعني أنني عالم إذ أن الكلام هنا عن أخلاق العلماء لكن من باب ترسيب المسألة وذكر أمثلة عالم. نعم تفضل. هذا متواضع من شيخنا، هذا الحق هذا لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث في طلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم، لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء. رفيق في جميع أموره لا يناظر. الأصل أن الشيخ قد يعرض على الشيخ سؤالا ويريد أن يستوضح في الإجابة، مثلا أنا رأيت أن الشيخ فلان يتبنى مسألة معينة وأنا أرى أن هذه المسألة خطأ وبحثتها من كل الجوانب، لكن كيف سأوصل له الرد على الأدلة التي استدل بها؟ ذكر الشيخ الحويني أنه في مسألة الشيخ الألباني كان يرى أن قص اللحية فيما زاد عن القبضة واجب، الشيخ الحويني قال أنه يجوز لكنه ليس بواجب، فكيف ناقش الشيخ الألباني بهذا الأمر؟ اتصل به فقال يا شيخ أنت قلت أن قص اللحية بعد القبضة واجب،